what? Oh my god. ديريك انت قتلت ابويا؟ ايه ده، ايه الصوت ده؟ او ماي جاد، بيقفلوا الباب، يا نهار اسود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى موتيوب. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ هنكمل لعبة مافيا 2 ديفينيتيف اديشن والشابتر ال14 بعنوان Stairway to Heaven، السلم للجنة. ازاي يعني؟ ما علينا، السلم للجنة ماشي. انت لازايك مش هخش جنة ولا نار يا ابني يا بيتو. التليفون، الو، ترد يا ابني. الو، مصيبة ايه تاني بقى؟ Sound like I'm ready. You just woke me up. So get the fuck up. We don't get the money for it. الله يخرب بيتك يا جو. Where the hell are we gonna get our hands on 55 grand, huh? يا جو، هنجيب منين 50,000؟ I got something for starters. A job from Eddie with a big payout. No shit. Yeah, I'll pick you up in a few minutes. So get dressed, grab a gun, and wait for me outside. I'll tell you more in the car. This better not be one of your brilliant ideas, Joe. ربنا يستر منك يا جو. Sorry, didn't mean to snap at you. I'm still half asleep over here. Yeah, whatever. So you win or not? Sure, why not? How long till you get here? نرشي معك يا جو في أي مصلحة. ربنا يسترها علينا يا ابني. I'll see you soon. إيه يا شام. خلينا ناخد الجاكيت الجلد دي، يلا بينا عشان نقابل الاخ جو. ايه، مش من هنا. الشقه القذره دي بكرهها. بدأ بيولعها زباله هنا ولا ايه؟ ها جو، انت وصلت بسرعه يا صاحبي. يلا معلم. جبت عربيه جديده، مبروك يا عم. Guess you hit the sauce pretty hard too, huh? Yeah, I couldn't sleep either. Letting a bottle of scotch couldn't fix though. Yeah, ما نمتش كويس. طب يلا يلا. يلا يا اسطى. وانت انا شغال سواق عندك. كل مرة تخليني انا اسوق. Head over to Greenfield. هنروح الجرينفيلد. Alright. So now can you tell me what this is all about? We're just gonna drive there, pop some guy, and drive away. Should be a piece of cake. هنجيب الفلوس منين يا عم؟ قول لي بقى. He said it's a favor for some family from. ايه ده؟ جرينفيلد دي مش انا كنت ساكن فيها؟ انا كنت ساكن هنا في يوم من الايام. في المكان هنا. ايوه. وصلنا يا باشا. هو ده الضحية؟ الراجل ده شكله طيب، هتموتوه ليه؟ مستر انجلو. مستر انجلو. يس. مستر سالييري سيندز هيز ريجاردز. اوه شيت. لا حول ولا قوة الا بالله. انا زعلان قوي. ايه يا عم ده؟ انتوا بتموتوا قطط وفراخ، مش ممكن يعني. اجري بقى عشان البوليس كشفنا بقى. صدق نفس البوليس يمسككم. تضرب على البوليس. اوه بوليس تاني. البوليس كله هيتلم علينا بقى المره دي. اوكي يلا يلا، هنهرب هنهرب هنهرب. خلعنا. الحمد لله. hey. طيب جو بيقول لك وديني كينغستون. hey. ما تيجي نغير العربيه دي يا ابني، عشان بص احنا كده الشرطه كلها عارفانا.
اركب الله يحرقك. شافونا برضو، يعني انا اخذت عربيه ثانيه عشان ما يعرفوناش، عرفونا برضو. ايوه وصلنا 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 اهو كينج ستون. اوعى يا بت، اوعى يا بت، اوعى يا بت، الشرطه هتجيبنا. Good luck getting your hair for the money. Come by my place when you're done. Okay. I'll see you later. See you later يا جو. طب انت رايح فين يا جو؟ ده بار ده ولا ايه؟ اوكي هتصلح السيارة. ماشي يا عم. وبعدين بقى البوليس ده اللي الله 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 الله، اوه ماي جاد، اوه يا ساتر، ايه الغباء ده؟ يا نهار اسود، بوليس اتكتر عليا، اوعى يا لهوي، لموا البوليس بتاع المدن اللي حوالينا، لموه عليا، اجري بقى، خد عربية تانية، ايه اوكي انا اروح فين دلوقتي؟ هروح تمام لديريك. ادور على شغل، اروح ادور على شغل. اوه ماي جاد، هرجع تاني لشغل المينا. اوه حواجز هنا وبوليس، يا ساتر. اطلع بقى من هنا، البوليس منتشر في يا نهار اسود، بص بص بص، البوليس منتشر في المدينة كلها. اوكي ممكن اخد عربية تانية بدل عربية الموتى اللي انا ماشي بيها دي كده. العربية ديت اتفقست كده، شوف عربية تانية غيرها. يلا بقى زوغ بقى يا اسطى. يا انا يا عم كنت عايز عربية بس كويسة، ما كانش قصدي اقتلك يا عم الشرطي. العربيات كلها تعبانة. وصلنا طريق المينا وذكريات المينا، ياه أيام الشغل القديم، أيام الشغل الشريف. الحمد لله على السلامة يا سيدي. ايه هنطلع فوق؟ عمو 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 ممكن تشغلني؟ ازيك يا عمو؟ ممكن تشغلني؟ انت لسه بتاكل من ساعتها؟ يخرب بيتك. بقاله 10 ايام بياكل من ساعة ما سبتك المرة الأولانية. Why? Because of that deadbeat you fired. Hey. Shit. Well, Vito, that other thing will have to wait. Can you help us out here with this first? What's happening? Well, this deadbeat didn't come to work for a week. أنا راجل محترم دلوقتي، ما تشغلنيش شيال بقى وكده. Shit. So I fired his ass. Anyway, some of his buddies. يعني أي حد عايز تضربه وعايز تكسر له رقبته. أنا معاك ها؟ عايز تذبحه. يا سلام، انا ما بقولش لا للفلوس ابدا يا صاحبي، اي مصلحه فيها فلوس حلوه انا معاك يا معلم. قول لي بس انت عايز تخلص على مين وانا اخلص لك على ابوه. هنخلص على دول ودول تبعنا. ايه يا اولاد انت مش واخد سلاح ليه؟ مش عايز توسخ ايديك؟ ماشي يا عم، محدش هيفتح بقه وانت بتتكلم. خد انت الميكروفون واتكلم يا معلم. اوه شيت، هتضرب الراجل العجوز ده، حرام عليك يا مفتري.
and I say he's fine. All we're asking is for you to hire him back. He's got a family. Needs a job. I've made my decision. الراجل ده معفن قوي. عبوش. We bust our asses day in and day out for this fat fuck. And if anything ever happens to us, he'll screw us over just like he did John. هتقلب خناقة هتقلب هما. يا ابني معاهم سلاح. A crate fell on the poor guy while he was working. For you, broke both his damn hands. Well, that's his fucking problem, not mine. And I suggest you get back to work before somebody else's hands get broken. You goddamn bastard! Oh my god. يا ابني هيموتوك يا ابني انت مش شايف كوم الاسلحة. No need for violence. Please put it down. You don't want no trouble. Don't look that way to me. Right now, looks like you got big trouble, don't you? Now, if you all don't want to start looking for new jobs, you'll be back to work in the next 10 minutes. يا شاطر الشغل تحت تهديد السلاح. You're Skeletor's boy, ain't you? Your dad used to talk about you all the time. هذا عارف فيتو؟ You look just like him. But what are you doing working for this bastard? After what he did to your. يقول له يا فيتو انت انسان محترم، ايه اللي جابك وسط الاوباش دي؟ Full of shit. Come on, let's go. Full of shit, huh? That bastard killed your father, Vito. What? Oh my god. Derek. Derek, انت قتلت ابويا؟ That night. We seen him take a walk with Steve. And then Steve come back alone. Oh my god. ده هو اللي قتل ابوه. What the hell happened with my father, Derek? You nuts or what? Who are you gonna trust, me or these? Now unemployed losers. لا يا عم صدقهم يا عم. We've known each other for a long time, Vito. Think of all the things. You all wet, Steve. You dive in and try to save him because he wouldn't stay underwater. Keep your mouth shut. Vito, you swore an oath. وصاحبك هيفتن عليك اهو. Tell that to my mother. Should I kill him? No, not here. We'll settle things with him later. اقضي عليه يا فيتو. Disappoint me, Vito. You really do. Shit. هتسيبه يهرب يا قاتل ابوك. يس طريق الحق. Get that fuck before he runs away. Time to teach that fat fuck a lesson. Vinny, where'd you get that? Doesn't matter. ايه ده معاك حتة سلاح؟ ايش طريق؟ تخش معايا يعني؟ Okay, the odds are even. Now let's teach that. الله 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 ده معاكم أسلحة؟ طب ما طلعتوش الأسلحة دي من بدري ليه يا جدعان؟ خلاص هو راجل تختخ ده. You shouldn't be doing this. Vito can handle himself. Let's go, Vito. We got your back. يلا يا جدعان اقضي على الراجل ابن ال تقتل ابويا يا واد انزل يا حبيبي انزل يا ابني انت وهو انا عايز واحد بس انا عايز الراجل عم تختخ بس ادهولي مش عاوز حد تاني هات لي الواد الاقرع ده برضه الراجل الاقرع صاحبه ده برضه متضايق منه جاي هرب هرب اهرب مفيش هروب هتموتوا كلكم تعال يا حبيبي تعال تعال يا بابا يعني انت عارف ان راجل موت ابويا هاي اعرف زي الفر تعال 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 يا كابتن تعال مع السلامة صاحبي يعني ابويا انت عارف ان ابويا الراجل موته وتسيبه ايه مين بيصفر اوكي نعبي لك السلاح بقى عشان بص هفرغ ام السلاح كله فيك ايه انت دخلت هنا ولا طلعت فوق انتوا عايزين تزنقوني جوه هنا لا على مين ايه ده ايه الصوت ده
او ماي جاد بيقفلوا الباب. يا نهار اسود يا نهار اسود بيقفلوا الباب عليا. اوه ونار كمان بيضرب نار. اجري يلا يلا هوي يو على هوي. اوه شت 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 هاي ترموا نار عليا يلا كلكم عليا ولا ايه؟ اوعى النار اوعى النار. هاي اعتقد في حد هنا نزل تحت. اوه استخبى استخبى يلا استخبى. يا نهار اسود ضرب نار يا جدعان بيرموا علينا مولوتوف. لا يا عم يا اللي بترمي مولوتوف يا ساتر يا ساتر. دار 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 هنا. هي تعال يا تعال يا لهوي. فين في حدا تاني؟ موت يلا موت موت موت. يا نهار اسود يا عم اسكت بقى. هموت زي ابويا هنشوف مين اللي هيموت يا حبيبي. بس اطلع لي بس لو راجل اطلع لي. ايه انت قاعد فوق ولا قاعد فين؟ بس قول لي بس قول لي انت قاعد فين بس ما تخافش. اوه شيت في ناس نازله من هنا على السلم. انزل يا انزل يا حبيبي. انت هتفضلوا تقولي من فوق بقى. اوه شيت في حد بيضرب من فوق. اوه ومولوتوف. لا 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 حجيبك اللي ترمي عليا مولوتوف حجيبك حجيبك. انت فين بس يا ساتر. الكلب اللي بيرمي عليا مولوتوف ده. هوي هجيبه ازاي ده؟ هندي طلع له البندقية عشان اديله واحدة بالبندقية. هاي انت فين؟ ايوة تعالى. اوه ماي جاد يا ابني هجيبك من بنطلونك والله مش هسيبك. تعالى هوي. لا 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 اطلع فوق اطلع فوق بقى اطلع فوق عشان ايه؟ خد يلا خد يلا. هي هي ايوه كشفته كشفته كشفته. هي حاسب 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 حاسب. تعالى يا ده هو ده اصلا هو الكلب ده. تعالى يا دموت يا ابن الذين كلب. هو اللي عامل الهيصه دي كلها. اكد عليه بقى برصاصه في مخه. ايوه عرفت عرفت الحقيقه اخيرا يا ديريك الكلب. هو ده ايوه هو يا موت ابويا يلا موت ابويا موت ابويا يلا. انت ما تعرفش انا مين ده. انا فيتو الاجر على الله. شوف 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 شغال بالمولوتوف طحني بالمولوتوف والله. كان فتش المكتب بتاعه بقى كان لقينا فلوس ولا حاجه. ايوه خد الفلوس يا معلم. واو واو خدنا المعاش بتاع ديريك. شكرا يا رجاله والله العظيم مش عارف اقول لكم ايه يعني. شكرين ايوه كنتوا بتدافعوا عن نفسكم. ها
شكرا يا رجاله والله على الواجب اللي انتوا عملتوه معايا ده.